السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نقوم بتحليل أداء الدولي المغربي عز الدين أناحي مع فريق أولمبيك مارسيليا في أول ظهور له، وسوف نتعرف على التقييم الذي حصل عليه كذلك. قبل البداية في التفاصيل والدخول في صمود والتحدث عن عز الدين أناحي، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لك للفيديو سلكاكو جديد، ونبدأ معكم في التفاصيل أكثر والتحدث عن الجوهرة المغربية عز الدين أناحي في هذا الفيديو، وذكر ما قدمه عز الدين أناحي. عز الدين أناحي لم يشارك أساسي، وهذا شيء عادي وطبيعي، في حين أنه انتقل أول مرة إلى نادي مارسيليا وكأول لقاء له، ودخل تحديثا في الدقيقة 75 ولعب ربع ساعة في المباراة. للأمانة في 15 دقيقة التي لعبها قدم لوحة فنية رائعة وجيدة، وأبصم على أداء جيد سوف تتلقنه انطلاقة جيدة مع فريق مارسيليا، وأكد انطلاقته الجيدة مع مارسيليا بتسجيل الهدف الثاني، وأبصم على أول أهدافه مع الفريق الكبير والفريق مارسيليا. هذه أفضل طريقة للانطلاقة مع نادي كبير ونادي الذي يحتاج أن يقدم أداء جيد في الظهور الأول، وأن يسجل وأن يبصم على أداء خرافي. أتمنى أن يستمر في هذه الوسيلة مع فريق أولمبيك مارسيليا. في المباراة القادمة سوف تكون هناك مباراة، خصوصا مباراة باريس سان جيرمان سوف تكون في الأسبوع القادم. نتمنى أن يستمر في هذه الوسيلة وأن يكتسب الرسمية. للأمانة قدم مباراة خرافية وجيدة في ربع ساعة، وأعطى ملامح لنجم قادم بقوة في نادي مارسيليا. أتمنى له كل التوفيق، وهذا هو كل مدينة بشكل مختصر عن النجم المغربي عز الدين أناحي. فلا تنسى الاشتراك لك في الفيديو سلكاكو جديد، وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.